السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة الصف السادس، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس المهارات الحياتية. النهاردة يا شباب هنتكلم عن الصيانة الكهربائية البسيطة، يعني لو عندي شيء بحتاج صيانة في البيت كيف أعمله وكيف أصلحه بطريقة صحيحة. تعال نشوف المعلومات اللي تهمني في هذا الموضوع. أولا، يتم إيصال الكهرباء إلى أماكن المختلفة في المنزل بواسطة إيش؟ بواسطة أسلاك معزولة، هي اللي بتكون في الجدران وموصلة في الأماكن المختلفة في داخل الشقة. تنتهي غالبا إما بمصابيح أو بمفاتيح أو أدوات تثبيت بالجدران، وهذه تسمى مقابس، يعني مآخذ الكهرباء. لماذا صنعت بهذا الشكل؟ بهدف أخذ الكهرباء من الشبكة المنزلية ونقلها إلى الأجهزة الكهربائية مثل إيش؟ مثل الثلاجة أو المكواة، ويتم توصيل الجهاز بالكهرباء عن طريق وضع قابسه في المقبس كما في شكل 14. شكل 14، هذا هو المقبس وهذا هو القابس، بنضع هذا القابس في المقبس ليتم توصيل الكهرباء لهذا الجهاز اللي هو الخلاط. طيب، وقد يحدث أن تتعطل الأدوات والأجهزة الكهربائية لأسباب عدة. إيه بقى أسباب تعطل الأجهزة الكهربائية؟ سؤال. منها أولا عدم المحافظة عليها، ثانيا سوء استخدامها، الأمر الذي يستوجب الاعتناء بها واستخدامها بطريقة صحيحة. وإذا ما تعطل أي من هذه الأدوات والأجهزة فإنه يجب إصلاح أعطالها أولا بأول. أول ما أحس إن في عطل أصلحه أول بأول. يمكن لأفراد الأسرة المتدربين، لازم يكون متدرب مش أي شخص، إجراء ذلك إن كانت عملية الإصلاح بسيطة، وإلا فيجب إجراؤها من قبل فنيين متخصصين. يعني إذا كانت العطل بسيط ممكن عن طريق شخص متدرب إنه يحل المشكلة، أما إذا كانت المشكلة فنية فمحتاجة إلى الذهاب إلى إيه؟ إلى متخصصين فنيين. لذا أجد من المفيد أن أتدرب على إجراء بعض عمليات الصيانة الكهربائية البسيطة. لماذا؟ كي أشارك في صيانتها. يبقى لماذا أتدرب؟ لأشارك في صيانة هذه الأجهزة. بعد الانتهاء من تنفيذ هذه الأنشطة يتوقع مني أن أتعرف على الأدوات الكهربائية، أبدل مصباح كهربي بآخر صالح، أعيد تثبيت أسلاك كهرباء في القابس، أبدل المصهر القاطع يعني في قابس ثلاثي، أشارك أفراد أسرتي في إجراء عمليات الصيانة الكهربائية البسيطة في المنزل. تعالوا الأول نشوف كيف نبدل مصباح كهربي توهجي. يوجد في هذا النوع من المصابيح أسلاك، هذه الأسلاك تتوهج عند مرور التيار الكهربائي بها، وهناك نوعان من هذه المصابيح حسب طريقة تثبيتها في قواعدها، فهي إما أن تكون مسننة يعني لولبية أو ذات مسمار مثل ما موجود في شكل 15. هذه اللولبية اللي هي المسنن أو ذات المسمار اللي هي النوع الثاني من المصابيح. يبقى المصابيح المتوهجة كم نوع؟ نوعين حسب القاعدة، يا إما يكون ذو مسمار أو يكون مسنن. ما الأدوات التي أحتاجها لتبديل المصباح؟ أحتاج مصباح كهربائي مسنن أو مصباح كهربائي ذي مسمار حسب القاعدة المتوفرة عندي في الشقة. أنتبه إلى هذه أمور مهمة يا أبنائي، القيام بأعمال الصيانة في المنزل لا بد أن تكون بإشراف ولي أمري، يعني لازم والدي أو والدتي يكونوا على علم بهذه الصيانة، إن أنا هعمل كذا عشان يبقوا واقفين معايا وعارفين إيش اللي هسويه ويكونوا حذرين في الاستخدام اللي أنا هستخدمه. تاني شيء أنتبه له جفاف الأيدي، لازم أنتبه
ان تكون يدي مجففة، يعني ما فيها مي عند التعامل مع الكهرباء، لان لو فيها مي على طول هيصل الكهرباء لجسمك فيحصل صاعقة كهربائية وتموت. عدم لمس اسلاك الكهرباء العارية، يعني ما المسها بيدي اللي هي غير مغطاة بمادة عازلة للكهرباء. ايضا من الاشياء المهمة لما استخدم تبديل المصباح، افصل الكهرباء عن الجزء المراد صيانته قبل مباشرة العمل به. وضع مفتاح المقبس على حالة الإيقاف عند عدم استخدامه. استخدام سلم عند الحاجة إلى تغيير المصابيح المثبتة في الأماكن المرتفعة. أيضا مسك المصباح بقطعة قماش لأنه ممكن يكون ساخن عند فكه إذا كان ساخنا. أولا أقوم بالضغط على مفتاح الإضاءة عند وقف عند الإيقاف، أوف يعني أطفي مفتاح الإضاءة. أبدل المصباح التالف كالآتي. ما هي الإجراءات؟ المصباح المسنن، فك المصباح القديم بلفه باتجاه عكس عقارب الساعة حتى ينفصل عن القاعدة. ثانيا وضع المصباح الصالح في القاعدة ولفه باتجاه عقارب الساعة. إذا عند الفك بفك عكس عقارب الساعة، وعند الربط أو وضع المصباح الجديد لفه باتجاه عقارب الساعة حتى يثبت المصباح جيدا. المصباح ذو المسمار، تعال نشوف الخطوات. أولا ضغط المصباح إلى أسفل قليلا، أضغط على المصباح إلى أسفل قليلا، ثم لفه باتجاه عكس عقارب الساعة كي ينفصل المسماران عن مكانهما في القاعدة. يبقى ليه انا بعمل كده؟ عشان افصل المسمارين عن مكانهم في القاعدة. ثم بعد ذلك اضع المصباح الصالح في القاعدة ولفه باتجاه عقارب الساعة حتى يدخل المسماران في مكانهما ويثبت المصباح في القاعدة جيدا. ثم بعد ذلك اقوم بالضغط على مفتاح الاضاءة حتى وضع التشغيل اون ليتأكد ان التركيب صحيح فينير المصباح. طبعا ملاحظة مهمة، عند تبديل مصباح كسرت زجاجته يتم فكه من القاعدة باستخدام زردية كما في شكل 16 بعد التأكد تماما من ان التيار الكهربي مفصول عن المصباح. يبقى انا لو في مصباح مكسور افكه بالزردية مش بايدي عشان ممكن اتعور. هل الزردية هذه؟ وادي هنا بمسك من كده والف عشان افكه من مكانه، اهو الامساك بالمصباح المكسور لفكه. ثانيا تبديل مصباح كهربائي فلوروسنت اللي هو النيون، ماذا افعل؟ يوجد في هذه المصابيح غاز، يوجد داخلها غاز ينتج الضوء منه عند وصول التيار الكهربائي اليه، ويتم تثبيت مصباح الفلوروسنت في قاعدتيه بواسطة مسمارين موجودين عند كل طرف من طرفي المصباح كما موضح بالشكل. هذا المصباح الفلوروسنت، هذه المسمارين من اليمين ومسمارين من الآخر اليسار. يمكن الحكم على تلف المصباح وحاجته للتبديل. كيف أحكم أن هذا المصباح محتاج تبديل؟ بظهور السوداد على طرفيه، يعني في علامات سوداء في الطرف الأيمن أو الأيسر، وظهور أيضا احمرار ضوء أحمر يعني على طرفيه عند تشغيله وضعف إضاءته. كل هذه علامات تبين كيف أحكم على المصباح إذا كان تالف أو يحتاج لتبديل. تمام، ما الأدوات اللي أحتاج إليها؟ أحتاج لمصباح فلورسنت صالح طبعا، أشتري واحد جديد وأحاول أركبه مكان التالف. أقوم بالآتي: أولا أضغط مفتاح الإضاءة على وضع الإيقاف، ده طبعا أهم شيء. ثانيا أفك المصباح التالف بلفه للأمام أو للخلف ربع لفة فقط حتى أستطيع إخراج المسمار الجانبية، المسامير الجانبية من الفتحات الخاصة بها في القاعدتين الجانبيتين. طب وبعدين؟ بعد ذلك أسحب المصباح بإخراج المسامير الجانبية
من فتحتي القاعدتين، ثم أضع المصباح الصالح مكان التالف، وذلك بإدخال مسماري أحد الجانبين في المكان المخصص بالقاعدة، ثم أكرر العمل نفسه في الجانب الآخر. ثم بعد ذلك ألف المصباح إلى الأمام أو الخلف ربع لفة فقط ليتم تثبيت المصباح جيدا بالقاعدتين، وأخيرا أضغط مفتاح الإضاءة على وضع التشغيل لأتأكد أن التركيب صحيح. هناك بعض الملاحظات المهمة لابد أن ننتبه إليها. هناك بعض أنواع المصابيح الفلورسنت تختلف في طريقة فكها وتركيبها عن السابق، حيث يتم سحبها بالضغط على إحدى القاعدتين للخارج حتى يتم خروج المصباح من الطرف الآخر، ثم يسحب ويحرر من القاعدة التي تم الضغط باتجاهها. يعاد تركيب المصباح بعكس طريقة الفك، يعني هذه طريقة أخرى للفك. تمام يا شباب. آخر شيء صيانة قابس ثنائي. تستخدم القوابيس لأخذ الكهرباء من القابس وتوصيلها إلى أماكن الحاجة إليها كالأجهزة الكهربائية، وتصنف القوابيس حسب عدد المسامير اللي هي القضبان المعدنية الموجودة بها إلى كم نوع، إلى نوعين، هناك هما قوابيس ثنائية وقوابيس ثلاثية. هذه القوابيس الثنائية يعني 2 طرف فقط، الثلاثية يعني 3 أطراف كما موضح بشكل 18. قد يحدث أن ينفصل أحد السلكين أو كلاهما من المسمار، وفي هذه الحالة لن يقوم القابس بنقل الكهرباء، مما يساعد إعادة تثبيت السلك في المسمار جيدا، يعني أقوم بفكه وربط السلك المنفصل. إيه بقى أفكه بإيه؟ إيه ماذا أحتاج؟ أحتاج إلى مفك وقابس ثنائي وعرايض أسلاك كما في الشكل 19 أهو، دي اسمها عرايض أسلاك. طيب، ثم بعد ذلك أنتبه للآتي: فصل الأسلاك المعرّة عن بعضها داخل القابس، عدم تلامسها معا. لو عمل التلامس ممكن تعمل تشوك والنور يقطع، وممكن كهرباء تنفصل أو تعمل لي مشكلة أخرى. بقاء الأجزاء المعرّة من الأسلاك داخل القابس وعدم ظهورها إلى الخارج، لأن خطر جدا لو تركت جزء عاري خارج القابس ممكن أنا بدون قصد ألمسه فيحصل لي مشكلة وأتكهرب عند انتهاء العمل، وعدم ظهورها إلى خارج عند انتهاء العمل. استخدام العراية لإزالة العازل عن السلك في المنطقة المراد تعريتها، وعدم استخدام الأسنان أو السكين، يعني ما أستخدم أسناني في سلخ السلك أو استخدام السكين ممنوع. طيب، أقوم بالآتي: أفك البراغي التي يثبت غطائي مقابس معا كما في الشكل، أقوم بالفك أهو، أدي البراغي والمسامير أفكها، هيظهر هذا جزء وهذا الجزء الآخر، وبعدين أشوف هنا السلك المحتاج يتربط أو يحتاج سلخه أو فكه وتعريته وإصلاحه. أرفع غطاء القابس العلوي، ثم أتعرف على السلكين بحاجة إلى إعادة تثبيت، ثم أفك براغي تثبيت ضابطة أحكام الإسلاك الكهربائية إن وجدت. أفك براغي تثبيت ضابطة أحكام الإسلاك الكهربائية إن وجدت، مثل ما موجود في شكل 20 اللي هي هنا هذه. تمام. بعد ذلك أفك براغي تثبيت السلك بالمسمار ليسهل دخول السلك في مكانه في مكان تثبيته بالمسمار، ثم بعد ذلك أنظم طرف السلك بضم شعيراته معا، وإذا لم أتمكن إذا لم تكن الشعيرات بطول كافي أقوم بتعرية جزء بسيط منها كما في شكل 21، ثم ضبط فتحة العراية بواسطة برغة الضبط حسب مقطع السلك المراد تعريته، وإدخال السلك في المكان المخصص بالعراية بالطول المناسب.
ثم بعد ذلك ضغط العراية في السلك مع إدارتها إلى اليمين أو وإلى اليسار لقطع الجزء المعزول، ثم في الآخر سحب العراية من عن السلك وهي مقفلة لإزالة الجزء العيري المقطوع. هذا اللي بنحكي عليه، هذه ضغط فتحة العراية. كيف أفك سحب العراية من السلك أهي، وهنا ضغط على السلك مع إدارته إلى اليمين وإلى اليسار حتى أقوم دي اسمها خطوات تعرية الأسلاك. يبقى كم خطوة؟ ألف باء جيم، 3 خطوات ممكن يجوا في السؤال. ثم بعد ذلك أدخل الجزء العلوي الجزء المعري اللي هو العاري يعني من السلك في المكان المخصص بالمسمار كما في شكل 22 أهو، بركبه في المكان المخصص لي. ثم أشد برغة التثبيت أربط عليه أهو، ألف باء وادي هنا جيم، تمام. بلف هنا طبعا يبقى مطوي كده وأدخله في المكان المخصص لي. دي طرق تثبيت السلك بمسمار القابس. أعيد وضع المسمار في مكانه بالقابس، أعيد وضع الضابطة أحكام الأسلاك وأثبتها جيدا، أعيد وضع غطاء القابس ثم أثنيه جيدا بالبرغة الخاصة. أخيرا أضع القابس في المقبس وأضع مفتاحه على وضع التشغيل لأتأكد من صحة العمل. كل هذه الأمور يا أولاد خاصة بالتبديل والتصليح. الحصة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن تبديل مسهر أو قاطع في قابس ثلاثي. الحصة الجاية إن شاء الله هنشوف هذا الموضوع. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.